قلت لهم حاجة بسيطة، هنعمل فندق هناك 7 نجوم في التجمع الخامس. ليه؟ احنا عندنا فندق ميراج، عندنا فيرمونت على اخر الطريق على مصر الجديدة يعني قريب جدا مننا، عندنا فندق الدوسيت، عندنا حوالي برضو 3-4 فنادق جوه بس انا مش متذكر اسمهم. فهل انت شايف يا ريس وسيادة اللواء الشريف ان منطقة التجمع الخامس هي في حاجة دلوقتي انك تعمل فندق يتعدى التكلفة بتاعته 2 مليار؟ قال لك اصل الريس عايز يروح يعيد في العيد الكبير في المعمورة. قال لك لا هو عايز حاجة بقى اصلها يعني انت فاهم. قلت له خلاص يا فندم انا فاهم. طبعا ما دام انتصار مش هتقبل تنام على السرير بتاع مدام او طنط سوزان مبارك او ماما سوزان مبارك. ليه؟ عشان يكي. فعايزه بيت جديد، فلازم طبعا يتعمل لها بيت افشخ من البيت اللي كانت فيه سوزان. نقوم نعمل ايه؟ نهب اللي كان قاعد فيه الريس او حسني مبارك سابقا، ونعمل احنا الاستراحه. الاستراحه دي متكلفه كام؟ 250 مليون. يا بتوع الحفوره قوي، فيلا في المعمورة، 3 في مراسي، غير اللي في مرسى مطروح، غير اللي عملته شركة أوراسكوم، غير اللي عملوه أبناء علام، وجاي بتقول إحنا فقراء وإحنا لازم نجوع. هو أنت بتجوع؟ أنت بتجوع؟